أمريكيين يديرون الـ 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 يعني الحرب و يعني يعني الشيء الجاري على الصعيد الإقليمي في سقف معين، حتى يستفيد الكيان الصهيوني في بعض الأعمال الإرهابية والضرب الإبادية في داخل بلدان أخرى مثل غزة ومثل لبنان وبلدان أخرى، حتى يعني يسجل امتيازات لنفسها ويكون يعني مريح بأنه سجلت بعض الامتيازات والتوفيقات وكذا. لهذا السبب هناك سقف معين حسب المصالح الأمريكية وحسب مصالح وطاقات التحمل الكيان الصهيوني، لا يرتقون يعني هذا الحرب واشتباكات على حرب إقليمية، وبهذا السبب يستفيدون ويناورون في الدبلوماسية الرسمية في الولايات المتحدة، يركزون على عدم التوسيع وتسعيد ليوصل إلى حرب الإقليمية. هناك يعني ترتيبات معينة منسقة بين الأمريكان وكل أدوات الغربية التي سميته أنت عن الناتو والبريطانيون والفرنسويون وأخرى من المساندين للكيان الصهيوني، هناك تنسيق بين هؤلاء والكيان الصهيوني في إدارة الحرب المحدودة تحت سقف الحرب الإقليمي. إذا كان هناك مصالح لحرب الإقليمي كان يستفيد منه أمريكان وكيان صهيوني، كانوا يبادرون وكانوا يبدأون بدون أي حجة، حتى بدون أي حجة كانوا يبادرون بهذا المسألة. هناك تحفظات من قبل الأمريكان من ناحية، يعني إذا برأيك أنه لا وجود، لا مصلحة الآن لهذه القوى بأن تكون هناك حرب إقليمية شاملة. نعم نعم.